19468. افتكروا الرقم ده كويس، 19468. وارجو من زملائي ان هم يظهروا الرقم على الشاشه خلال الحلقه، لان ده الرقم المختصر وهو موجود دلوقتي على الهواء، ده الرقم المختصر او الخط الساخن لاول مركز اتصال حكومي من نوعه. يعني عن طريقه حضراتكم ممكن تستفسروا عن اي معلومات او اجراءات خاصه بخدمه معينه، وممكن كمان تشتكوا من خلالها خدمه معينه لو ما كنتوش راضيين عنها. دي خطوه على طريق ميكنة الخدمات اللي منها خدمات القوى العاملة، المرور، التضامن الاجتماعي، بوابة الحكومة المصرية، وخدمات التنسيق الجامعي، وحجز التذاكر كمان. والله عندنا في الوزارة دي سيدات بيسموا الأمور بمسمياتها. وزيرة التخطيط هي اللي أعلنت عن الخدمة الجديدة دي، وهي كمان اللي كانت قالت إن لما المواطن يعرف بالخدمة يبقى نقدر نقول إن الخدمة دي موجودة. يعني في خطوات إيجابية وملموسة علشان المواطن يعرف إن في خدمات مسهلة وفي متناول إيديه، ولما يبقى في حاجة غلط يبلغ عنها. يبقى هنا الحكومة بتقوم بدور، ولازم المواطن كمان يقوم بدوره الإيجابي. الواحد سعيد بخطوات وزيرة التخطيط والوزيرات في الحكومة دي. طبعا حضراتكم عارفين إحنا بقى طمعين، يعني لو فيها شوية رزالة كده مش ممكن نميكن خدمة كده على المدى القصير؟ خدمة واحدة، نقول مثلا المرور ونيابات المرور. ليه؟ ليه الخدمات دي بالذات؟ لأن منظومة التحديث فيها موجودة ومعروفة، ومعروف تكلفتها وفي متناول الإيد، ولكن البيروقراطية وتحابيشها هم العائق. يعني لو ورنا العين الحمراء للمنتفعين وميكننا خدمة واحدة يحس بيها المواطن على طول، مش دي تبقى رسالة واضحة للكل؟ معالي الوزيرة جهد حضرتك مقدر، ومعاه عايزين برضو خدمة كده تتطور عمليا. مع الخط الساخن ده لازم نبقى عارفين كل 3 أشهر مثلا جات لنا كم شكوى، اتحل منها قد ايه، اللي ما تحلوش كانوا عبارة عن ايه وما تحلوش ليه. ويا سلام بقى لو في ناس متخصصة ومتدربة تقوم بتقديم الخدمات دي ومتابعتها، هتبقى النتائج مبهرة. دايما كنا بنقول محتاجين وسيلة لتواصل المواطنين مع الحكومة، وهو وزيرة التخطيط قامت بدور رائع وبتحقق المطلوب. دلوقتي محتاجين نعلنها للناس بطريقة فعالة، ومحتاجين المواطنين يتفاعلوا، بس محتاجين أكتر برضو تحسين خدمات على طول. ويلا نبدأ باللي جاهز عندكم. ادونا خدمة من اللي بيتكلموا عليها في بلاد برة المتطورة. الخدمة بتبقى متطورة وبتبقى سريعة وبيدفع فيها تمنها الحقيقي. احنا مش هنمانع، بس انتوا جربوا. اعتقد ان وزراء الحكومة دي قادرين على تحدي التحدي. غير الدعوات هتلاقوا مساندة ودعم كبير وصبر كمان. تاني الرقم المختصر لمركز الاتصال الحكومي هو 19468. مساء الخير واهلا بحضراتكم في برنامجكم اسواق واعمال. النهارده هنتكلم عن موضوع تسهيل الخدمات دي عن طريق قطاع الاتصالات، وازاي ممكن نتحول الى مجتمع تكنولوجي. ده هيكون في فقرتنا الثانيه والثالثه من برنامجنا. اما دلوقتي فنبدا باهم الاخبار الاقتصاديه اللي حصلت النهارده، ونبدا بخبرنا الاول من قناه السويس اللي حددت ديسمبر المقبل لسداد 180 مليون دولار للبنوك. الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس قال إن القناة تعتزم خلال شهر ديسمبر المقبل سداد القسط الثاني من قرض المليار دولار. ده القرض اللي كانت حصلت عليه من البنوك المحلية سنة 2015 بغرض تمويل المكون الأجنبي لمشروع توسيع الممر الملاحي الحالي بالإضافة إلى القناة الجديدة. مميش أكد التزام الهيئة بسداد جميع المستحقات في مواعيدها المقررة. طيب من ناحية تانية، الفريق مميش أوضح أن المفاوضات مع موسكو بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد دخلت مراحلها النهائية، وسيعقبها توقيع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية خلال الأشهر المقبلة.
ماميش أضاف أن المفاوضات أجريت خلال زيارة جورجي كالامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له لمصر حاليا. رئيس الهيئة أكد أن المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد بتحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين. تقام المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 7 مليار دولار للصناعات اللوجستية، وسيتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها بدءا من العام المقبل. ده في مصر. نروح بقى لموسكو. طارق الملا وزير البترول بيشارك في الاجتماع الوزاري 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، واللي بدأ أعماله النهاردة بالعاصمة الروسية موسكو برئاسة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وبمشاركة وزراء البترول والطاقة الأعضاء بالمنتدى من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للغاز على مستوى العالم. الملا دعا الشركات الروسية لزيادة استثماراتها في مجالات البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مصر وتنمية الإنتاج والاحتياطي، وأكد كمان على أن مصر بتركز حاليا على تحقيق هدفها بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن الاستيراد نهاية العام القادم. خبر تاني، وهو إعلان الرئيس التنفيذي لصندوق ثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء أن موسكو والرياض تخططان لتأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيا. المشروع المشترك ده هو الأحدث في سلسلة اتفاقات من المنتظر أن يتم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الأسبوع لروسيا، وهي الأولى التي يقوم بها ملك سعودي. الاتفاقيات الثانية المتوقعة فيها تأسيس صندوق قيمته مليار دولار للاستثمار في مشروعات الطاقة واستثمار سعودي في الطرق الخاضعة لرسوم في روسيا، منها طريق جديد بيهدف لتخفيف الزحام في موسكو. كيريل ديمترياف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي قال في مؤتمر صحفي أن البلدين سيدرسان مجالات التعاون بينهما وسيسعيان لاستغلال التكنولوجيات المميزة لديهما. دي بقى فيها إيه؟ فيها تكنولوجيات تحلية مية وترشيد استخدام الطاقة في مكيفات الهواء والخدمات والمنتجات المتصلة بالإنترنت. الصندوق هيبحث كمان الاستثمارات ذات الصلة خارج روسيا والسعودية. في صناديق كتيرة على فكرة مستنية فرص استثمارية، واعتقد ان احنا عندنا فرص كبيرة تقدر تجذب الصناديق دي، مع طبعا المناخ الاستثماري الجيد اللي بنسعى لإيجاده. نطلع فاصل ونرجع نبدأ كلامنا عن قطاع الاتصالات ودوره في تحسين مستوى المعيشة لينا هنا كمواطنين في البلد. القطاع ده ممكن يعمل لنا ايه؟ خليكم بأسواق وأعمال. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنتكلم في الفقرة دي عن دور قطاع الاتصالات في تحسين نوعية حياة المواطنين. القطاع ده عمل ايه؟ حقق ايه؟ وممكن يحقق لنا ايه في عملية الانطلاقة الاقتصادية اللي احنا كلنا بنسعى اليها؟ ضيفنا وضيفكم النهاردة يعني هو عنده تايتلز كتيرة أو شغلانات كتيرة وخبرات عديدة، وهو المهندس طارق ملش، وفضل أنه هو يتقدم كخبير قطاع الاتصالات. مشرفنا ومنورنا في البرنامج. أشكرك على هذه الفرصة. أهلا بيك.
دايما لما بنتكلم على عمليات التحول، خاصة في التحولات الاقتصادية الكبيرة، بيبقى في أعباء على المواطنين، أعباء عديدة واحنا حاسينها وكلنا عايشينها في الظروف اللي احنا فيها وفي اليومين اللي احنا فيها. قطاع الاتصالات اللي شهد نمو كبير مقارنة بالقطاعات الأخرى في الفترات الأخيرة، هل القطاع ده قادر على ان هو يسهل الحياة للمواطنين ويحسن المعيشة؟ القطاع قادر، والقطاع عنده بنية أساسية متينة ويقدر يسهل حاجات كتيرة، وده اللي هيفرق مع المواطن العادي. ان المواطن العادي اللي موجود خارج العواصم الرئيسية انه حتى هو تمنح ليه الفرصة انه يقدر يخش على الشبكات، ده طبعا هيكون له تأثير. واهم حاجة انه خدمات كتيرة بتؤدى للمواطنين ممكن تؤدى عن طريق شبكات الاتصالات. العالم كله بيشهد حاجة اسمها التحول الرقمي، ديجيتال ترانسفورميشن. الشبكات النهاردة بتخدم 7 مليار 8 مليار، هم طموحاتهم ان هم يقدروا يتدخلوا مع 50 مليار بني آدم وأجهزة، بمعنى انه هيقدروا يخدموا قاعدة واسعة من المواطنين، ويخلي المؤسسات الحكومية تعرفهم وتوصل لهم بسهولة. فالبنية الأساسية في مصر قوية وبتحتاج لتطوير تكنولوجيا بتمنح إمكانيات كبيرة للشبكات إنها تعرض خدماتها، ودي هي اللي مهمة. دي مرهونة بالاستثمارات في شقين، في شق الاستثمارات وفي شق الخدمات التي تؤدى للمواطنين. المنافسة وتهيئة المناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات دي في حد ذاتها بتتعمل دلوقتي، وشفنا انه مع الشبكة يعني الدخول للفورجي اللي هي عبارة في عرف ناس كتيرة في العالم مرحلة انتقالية نحو الـ5G اللي دي هتبقى تقديم الخدمات على نطاق واسع. أيوة عندنا البنية الأساسية وعندنا المناخ، المهم ان احنا نخلي الناس تقتنع بهذا وندرب ناس اكتر في انهم كشركات صغيرة يخدموا القطاع، خلاف الشركات الكبيرة اللي بتمنح الاكسس او الدخول على الشبكات. طيب احنا النهاردة حضرتك بتقول احنا عندنا البنية التحتية القوية، اعتقد انها بنية تحتية قوية بالنسبة لقارة افريقيا، احنا من اقوى البنية التحتية اللي موجودة في هذه القارة. طب ليه ده ما بينعكس على الخدمات؟ يعني النهاردة عندك تيجي عايز تطلع بطاقة هتتعب عشان تطلع بطاقة، عايز تطلع تجدد رخصة هتتعب عشان تجدد رخصة، عايز تعمل اي اجراء مع جهات حكومية هتتعب. طب حضرتك بتقول عندنا بنية تكنولوجية قوية، طب ليه ما بتظهرش في ده؟ اعتقد ان هي محتاجة لمجهود في محاور اخرى. محور انه الجهات اللي عندها المنصات اللي تختم بيها المواطنين تعرفهم عن الخدمات بتاعتهم. دي حملية تسويق ويعرفوا الناس بإيه اللي هو متاح وغير متاح. الحاجة التانية إنه تطوير هذه الخدمات في البلاد الأخرى بتدخل فيها شركات صغيرة، والشركات اللي بيسموها الصغيرة والمتوسطة الحجم دي اللي النهاردة في رأيي محتاجة لنوع من الاهتمام، إنه يعني يبقى متاح لها الفرصة انها تخش تتفاعل مع الكيانات الكبيرة بتشجيع من اجهزة تنظيم الاتصالات، من اجهزة تنمية البرمجيات اللي هي اركان وزارة الاتصالات، وبيعملوا مجهود كبير. بس اللي انا شايفه انه لازم يبقى في حملة تعرف الناس بايه اللي موجود، في حاجات موجودة، حملة توعية. حملة توعية يعني احنا شفنا مثلا وزيرة التخطيط طلعت اعلنت الرقم الخط الساخن الجديد للخدمات الحكومية،
وده جهد مشكور طبعا ان هو يتعمل، بس محتاج توعيه. يعني احنا مثلا بنعمل توعيه، ولكن هي مش محتاجه برنامج، هي محتاجه حمله. هي محتاجه حمله، ولكن الشباب هو الحقيقه لازم تتقال انه الشباب اللي هو النهارده يعني متعود يتفاعل مع الـ الكمبيوتر والحاجات دي هو يقدر يخش بسهوله. الناس اللي ما واكبوش هذا التطور هيتعبوا، ولكن الشباب لما يعرف ان هذه الخدمات متاحه يعرف بس هيقدر يستفيد منها. في عوائق معينه، ولكن انا شايف ان عمليه تسويق لوجود هذه الخدمات. النهارده عندنا حضرتك بتتكلم على تشجيع الشركات الصغيره والمتوسطه، وهنا بنتكلم على مناخ استثماري. يعني احنا شفنا مثلا الزياره اللي قام بيها وزير الاتصالات لما لف في امريكا لجذب الشركات انها تيجي تستثمر في مصر، وشفنا كمان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشركات العامله في هذا القطاع. ردود فعل الشركات دي لما بيتقال لهم استثمروا في مصر بيبقوا ايه اللي مطلوب؟ يعني عايزين ايه علشان يجوا يستثمروا في مصر فعلا؟ المقومات الاساسيه للاستثمار في مصر موجوده، حجم السوق، وجود العماله المؤهله، وجود الاستقرار، في عوامل كثيره موجوده. هو المهم انه يعني هم ياخدوا اولا يفهموا المتطلبات، وان هم قرار الاستثمار بيبقى مرهون بان هم يعبئوا امكانيات محليه والضمانات تبقى موجوده. قرار قانون الاستثمار هيئ حاجات كتير، في حاجات كتيره اتعملت ايجابيه، بس هتاخد وقت عشان ان هم يعني زي ما بيقول يتفاعلوا مع هذه التغييرات ويجوا يستثمروا. القريه الذكيه النهارده مثال رائع لوجود شركات استثمارات وبتيجي وبتزود العمالة المصرية. ستر الوزير ياسر القاضي عمل مجهود كبير حتى في فرنسا في شركة فرنسية كبيرة جدا شغالة في القرية الذكية وبتعين ناس جداد من الشباب. ويكفي انه حد من دول يجي غيره بيبص عليه. وبعدين في سياسة الدولة بتشجيع التعهيد، ودي سياسة برضك ناجحة، بس هتاخد وقت عبال ما ترجع للمستويات اللي كانت فيها قبل كده للظروف اللي احنا كنا فيها. دايما كنا بنتكلم على موضوع التعهيد ده اللي هي الكول سنترز، يعني هو اوت سورسنج هي التعهيد بالمعنى انه اوت سورسنج. كول سنتر احد يعني الامثله. هل ده في حد ذاته ثقل كبير في هذا القطاع، ولا القطاع بيشمل ادوات اخرى يجب العمل عليها؟ هي من حيث العمالة ده قطاع بيتطلب عمالة مكثفة كول سنتر. القطاع الثاني اللي حظى باهتمام الأوروبيين الأمريكان ما اعرفش بس الأوروبيين هي عمالات البرمجيات، انه يجوا ناس تشتغل. يعني بننافس في دي الهند، ولكن عندنا مميزات لبلاد تانية غير الانجليز زي فرنسا زي بلاد تانية مثلا. يعني دول بيحبوا يعني بيشوفوا ان ظروفنا ملائمة. المغرب برضك بيجذب استثمارات، احنا بننافس يعني ما احناش وحدنا. فلازم ان احنا نتأكد من مقوماتنا انها بطريقة مستمرة بنطورها. ايه اللي محتاجينه بقى؟ يعني النهاردة تعالى نتكلم مثلا ناخد البنية التحتية كمثال. هل النهاردة بنعتمد على دخول أحدث ما وصل إليها العلم في مجال البنية التحتية؟ البنية التحتية ذو شقين. في أنا أتكلم عشان المواطن في النهاية، هل هيقدر يخش حاجة أرضية أو حاجة راديو هوائية؟ في مجهود بيتعمل من المصرية للاتصالات و بقى من سنة أو اتنين، بس طبعا مفروض يتضاعف، انه ينشروا شبكة الألياف الضوئية بحيث انها تقرب من المشتركين ومستخدمي الشبكة. شبكة الألياف الضوئية التي يعتمد عليها، يعني مش اي دولة منشأ.
ده مفهوم، ولكن هنا يعني دي جزء، انا ببتدي بنشر. النقطة اللي محتاجة لعناية واضحة هو متابعة تشغيل هذه الشبكات، انه أداءها يكون هناك محاسبة على الأداء. انا انشر شبكة الياف لألف مشترك بس مشغل 100، ما عملتش حاجة. هي متابعة عملية تشغيل هذه البنية الأساسية اللي دي اعتبر انها مهمة. ده من ناحية السنترالات بقى اللي في السنترالات المراكز. بس ده عنصر محتاج برضع على سيادتك انه ايه اللي محتاج يتعمل من قربي اللي انا بشوفه، انه متابعة تشغيل ما يتم بناؤه. وده مهم قوي، ده مش كوبري والناس بتعدي عليه، ده عبارة عن جهاز عصبي بيوصل لكاف كل ما يوصل لمواطنين كل ما هيخدم. يعني انا من ضمن الحاجات اللي شفتها ايجابية انه بيوصله للمدارس، بحيث ان كل مدارس مصر يبقى عندها انها تتفاعل مع الشبكة، يبقى يوصل لها الياف ضوئية، وتقدر كل الطلبة عندهم فرص حقيقية متاحة، مش يقعد خمس دقايق عشان يجي له رد. لا، يبقى على النوعية الكويسة. حاجة تانية اللي مهمة جدا بالنسبة للشبكات الهوائية، ودي بيقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات، هو متابعة جودة أداء الشبكات. احنا كلنا بنشوف ان المكالمات بتنقطع، ولا يعني هي دي والانترنت ما بتبقاش يعني في الخارج يا فندم بيبقى في معايير بتطبق وصارمة على اذا كان الاداء لا يفي ب يعني الحد الادنى، بيبقى في حساب. ده هو الحاجات، في غرامات. طيب خليني بس انا هقطع حضرتك، احنا دلوقتي هنجيب لحضراتكم لحظة وصول عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان الى العاصمة الروسية موسكو. ده مباشر على الهواء من روسيا، لحظة وصول الملك سلمان. زيارة العاهل السعودي لموسكو مش يعني لن تقتصر على مناقشة الملفات السياسية، وإنما زي ما قلنا لحضراتكم من شوية ستشمل ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري وطبعا النفطي. ده لحظة وصول الملك إلى العاصمة الروسية موسكو، هنبقى متابعين مع حضراتكم أول بأول. طيب دلوقتي عايزين نرجع لنقطة الخدمات اللي بتتقدم للمواطن. أي. النهاردة معروف ان في خدمات معينة، معروف تكلفة تطوير الخدمة قد ايه، والاجهزة اللي هتيجي تكلفتها قد ايه، وايه هي الاجهزة اللي هتيجي، والمنظومة اللي هتشتغل، وكل الكلام ده. ومع هذا في مقاومة عنيفة لتطبيق التكنولوجيات الحديثة. طبعا احنا سمعنا الرئيس لما كان اتكلم وقال ان احنا لازم نطبق التكنولوجيات الحديثة علشان نساعد نسرع عملية النمو ونقلل موضوع الاحتكاك البشري، ان ده اللي هيساعدنا في حل المشاكل اللي عندنا اللي احنا كلنا عارفينها. ايوه فندم، انا عندي قناعه انه لا مفر من تطبيق التكنولوجيا. هما لها بعدين، بعد الزمني لتطبيقها وبعد انتشارها. انا شايف انه املي انا شخصيا بلد املها في الشباب هيستوعب هذا البعد بدون ادنى شك. وهنا بقى السياسات لازم لما تترسم في خلق المناخ المناسب، انه نعمل في محاور متوازية. محور تطوير البنية الأساسية، محور متابعة الخدمات المقدمة، محور تدريب كوادر تعمل في مجال البرمجيات والتعهيد، ومحور انه الشركات الصغيرة والكبيرة يبقى لها تتاح لها فرصة وليس الكيانات الكبيرة. لو حضرتك تروح في أي بلد في أوروبا، نسبة الشركات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد بتتعدى 60%. فده اللي عايزين نخلقه. احنا عايزين يبقى عندنا كيانات تستطيع أن تلعب دور وتنمو، والخبرة اللي بيكتسبوها
هي القيمة الحقيقية المضافة لهم. أنا شايف أمثال تشرح في مصر. أشجعهم إزاي؟ أشجعهم بأنه السوق يتيح لهم كوادر تدريب، يعني بيبقى في كورسات أو بيسمى دورات تدريبية في مجالات مثلا زي جهاز تنمية صناعة البرمجيات يعرفها وبيعملوا البرامج. أنا الحاجة اللي إيتيدا بتقوم بدور في منتهى الجمال. أنا عايزة تركز على ده وتوسع الاعتمادات لهذه الأشياء تزيد. ده رأيي ودور مهم جدا، وأنا واثق إنه هم يقدروا يجيبوا كيانات مهمة أجنبية تساعدهم ويجيبوا الخبرة ويعلموا الناس. ده هي الأولويات اللي أنا أتمنى إنها تاخد وقت. بس ليه لما بيبقى عندنا خبرة وبيجوا بيدربوا، يعني مثلا حتى بنشوف في جامعات دولية موجودة هنا في مصر بتلاقيهم بياخدوا الشباب بتاعنا ويتدرب هناك والشباب ما بيرجعش؟ هم جزء بيروح بلاد، بس كلام حضرتك صح جدا. أنا عاصرت ثلاث أجيال من أو يمكن أكتر، بس أنا يعني من الشباب المصري اللي تعلم وراح متاخد في الخليج، راح متاخد السعودية. احنا ما خسرناهمش على اساس ان هم ناس اتعلموا هنا، فلما مشوا دربوا ناس جداد. فده الصح، يعني مش قلقاني دي، عشان احنا عندنا ناس كتير. هي ان احنا ندي فرصة للشباب انه بيتخرج بما معلوماته عامة، عايز يشتغل في المجال ده في الفرصة دي اللي تأهله، اللي هي بيسموها السيرتيفيكيشن والحاجة دي اللي أصبحت من المعايير المهمة لهذه الشركات. أنا شخصيا مؤمن النجاح يا فندم بيجي من المجهود اللي بيتعمل في مسارات متوازية. ويعني لازم أقول السيد الوزير ياسر القاضي عمل يعني شغال في مسارات متوازية، وأتمنى إنها تجيب النتيجة. خلينا نتكلم على الخدمات اللي بتتقدم، الخدمات الإلكترونية ودخولها للريف والمناطق المختلفة في مصر، وإزاي إن إحنا ممكن نوسع الخدمات دي ونستفيد منها أكتر ونوصل هذا القطاع بإمكانياته للمناطق اللي بتعاني من عملية الاتصال دي، نوصلها إزاي؟ في كذا طريقة، بس يعني لازم يبقى في خطة. في رأيي أحد المؤسسات اللي وصل للريف أكتر من أي حد تاني فهو البريد. عنده مكاتب في كل حتة، أصبح هو النهاردة نقدر عن طريق البريد نبعت فلو. هم نموا خدمات زي توصيل، ما بقى حد عايش في القاهرة وعايز يبعت حاجة أسوان بقت لحظية. اللي عايزين نعملوا حاجات تانية، خدمات مثلا احنا مثلا في مجال بتاع البطاقات بتاعه التموين والحاجات دي هم كانوا شغالين فيها وساعدوا في نشرها في الاول. في حاجات تانية يقدروا يساعدوا فيها. انا مش خبير في نوعيه الخدمات، ولكن انا اقدر يعني بتستخدمها كأداة للتواصل. لا، التواصل هو مصداقيه التواصل بيتم عن طريق التواجد بتاع هذه مكاتب البريد اللي بيتعدوا 4000 في مصر كلها. انا بعتقد ان هم يقدروا يبتدوا بالتواصل، وبعدين الشباب يا فندم اللي يعني الكمبيوتر يعرفوا ازاي يعني يخشوا على هذه الخدمات. النهارده مش محتاجين اي حد يروح في اي حته والحاجه تجيله في بعض الخدمات. برضو ال لما اجي النهارده الاقي ان انا عندي المناطق المتفرقه في مصر، انا بحاول ان انا استغل المناطق بتاعتي كلها. ان احنا يعني دايما بيبقى في المقوله اللي هي بتقول الاكبر تحدي بالنسبه لنا هو عددنا. يعني عددنا كبير، ولكن ما هي برضو طاقه يجب استغلالها. فالنهارده الطاقه دي لما بنتكلم على 60% منهم شباب يعني بيعرف يتعامل مع هذا الجيل الجديد من التكنولوجيا إذا جاز التعبير. فأنت عندك طاقة رهيبة مستنية أنها تطلع. هي محتاجة لحاجتين، أنها تؤهل وبتؤهل في استخدام الكمبيوتر وتعليمها يبقى بالتدريج. أنا بسمع عن مبادرات في منتهى الجمال في مجال التعليم أنه هيبقى في تابلت بعد سنتين كله هيبقى هيعيش في هذا
المحيط أو هذا الجو هيقدر يستعمل الكمبيوتر. هؤلاء أنا مش قلقان عليهم، ولكن لازم يعرفوا أنه الخدمات المتاحة من الحكومة موجودة. في ناس كتير ما تعرفش الفجوة الرقمية. أيوة الديجيتال ديفايد إذا جاز التعبير. مش ده ممكن عن طريق نشر البنية التحتية في المناطق المختلفة دي يقلل هذه الفجوة بدون أدنى شك؟ وأنا ده كان يعني حسيتك قلت اللي أنا لما قلت أن كل مدرسة في مصر يوصلها الفايبر، ده تجسيد لحتة الديجيتال ديفايد تو بي ريديوست، أو يعني أنه قلل يقلل من الفجوة الرقمية. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع خبير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهندس طارق ملش. خليكم في أسواق وعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفنا وضيفكم المهندس طارق ملش، خبير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بنتكلم على هذا القطاع ودوره في تحسين المعيشه بالنسبه للمواطن، وتحسين عمليه التطوير او التعجيل بعمليه التنميه والاصلاح الاقتصادي. طبعا زي ما احنا شفنا من شويه كنا جايبين لحضراتكم وصول ملك السعوديه الى العاصمه الروسيه موسكو في زيارته لموسكو. ده احنا ناقلينه اهو على الهواء. دي يعني زيارة فارقة. طبعا المواضيع اللي هيتم تناولها بخلاف المواضيع السياسية زي ما قلنا من شوية، قلنا ان هيبقى فيها مباحثات اقتصادية وصناديق هيتم التعامل معها للاستثمار في البلدين. ده لحظة وصول عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان الى العاصمة الروسية موسكو، ودي الزيارة الاولى ملك السعودية لموسكو. طيب أولوياتنا إيه باشمهندس طارق لما نيجي نتكلم دلوقتي على إنفاذ التكنولوجيا لتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري؟ أولوياتنا إيه في هذا القطاع؟ أولوياتنا صعب علينا نقول أولوياتنا إيه، ولكن إحنا لازم نشتغل في كذا محور. يعني أولوياتنا ليه الرؤية من ناحية تشغيلية أو من ناحية استغلال الشبكات، ولكن اللي أنا شايفه مهم قوي هو أنه الشركات اللي النهاردة متولية اللي هي الشركات المحمول، أنها نشجعها تستثمر لتحسين جودة الأداء والمنافسة بينهم. خلاص بقى دلوقتي في بوم أربعة، فالمنافسة هي اللي في النهاية هتخلي الأسعار تبقى مهودة شوية على الناس، ولكن جودة أداء هذه الشبكات هي اللي يجب أنها تسترعي انتباه الجهات اللي هي بتنظمها المعنية بالتنظيم ومراقبة أدائها. ده هو اللي أنا شايفه مهم قوي عشان نشجع الناس يتواصلوا مع هذه الشبكات. الحاجة التانية اللي شايف أولوية تانية أنه ننشر شبكة الألياف الضوئية لكافة الأماكن اللي فيها تجمعات زي المدارس والجامعات، بحيث أنه هذه الأماكن يكون لها حظ أحسن في التفاعل مع. مش كان في خطة محطوطة من وزارة الاتصالات أنه خطة استثمارية حوالي 20 مليار جنيه لسنة 2019 أو 2020 لموضوع الألياف الضوئية دي؟ أهو موجود وبينفذ، ولكن
بياخد وقت. وبعدين زي ما ارجع تاني للنقطه المهمه قوي، خلاف انك ننشر شبكات، نقدر ننشر كوابل، بس عايزين يكون هناك آلية لمتابعة تشغيل هذه البنية الأساسية اللي بتنمى. والحتة اللي هي مهمة جدا كمان بيسموها customer satisfaction، اللي هو مدى رضا العميل على الأداء. ده بعد يجب أن يكون موجود، بحيث ان الجهة اللي بتقدم الخدمات عندها رد فعل. واحد قدم طلب قالوا له بعد يومين، ما قولوش بعد اسبوعين. في حاجات يجب انه يكون معايير تحترم، او الكيانات دي او الشركات دي لازم يعني يبقى همها على العميل بتاعها. بس احنا ثقافة خدمة العميل دي اعتقد ان احنا قدامنا مشوار، ولكن مهمة. ما فيش حتة في العالم ما بتنميش نفسها. لو واحد راضي هيدفع، ولكن لو مش راضي يقول لا مش عايز الخدمة. يعني انا مش خبير في الحتة. هقطع حضرتك ثانية في حتة ما كنت فيها وانا خارج، فلقيتهم حاطين ستاند كده عليه اربع وشوش، وش اخضر مبسوط وبيضحك، وش اصفر، وش برتقاني، وش احمر زعلان ومتضايق. فالسؤال اللي على الستاند ده، هل انت راضي بالخدمه اللي انت اخدتها في المكان ده ولا لا؟ وتدوس وانت طالع. وده ليه رد فعل عند الشركه، ان خدمه العميل ورد فعل العميل ورد فعل الشركه اللي بتقدم الخدمه للعميل هو ده اللي بيحدد استمراريتها في السوق. بيحدد استمراريتها في السوق. وبعدين هي محتاجة لمعرفة إذا كان أدائها إيجابي سلبي، علشان تعرف تحسن منها. إحنا عايزين المنافسة الحقيقية تتحقق في مصر، مش عشان مثلا جهة حكومية والباقي قطاع خاص، عايزين كله في الحتة دي. منافسة الحقيقية، يبقى هنا حضرتك بتتكلم على تشجيع القطاع الخاص في هذا القطاع وفي القطاعات الأخرى. ما النهاردة قطاع إيه مطلوب؟ قطاع الخاص بيمثل على رأيي 75% من الاستثمارات في قطاع الاتصالات. قطاع الخاص مسؤول، هو مش مصري أي نعم، ولكن يعني الاستثمارات بس على أرض مصرية برقابة وبنظام مصري. بالظبط. ولكن يعني ده عشان شافوا ان هناك فرصة استثمارية لازم يخشوا فيها. احنا يعني حجم السوق وحجم الشباب اللي موجود عندنا بيديهم يعني من ضمن احد المعايير اللي بتحفزهم ان يجوا مصر. يعني لو حضرتك شفت، انا من اسبوع كنت بقرا مقال على القدرة التنافسية لجميع البلاد اللي في العالم. الاول واحد سويسرا. سويسرا علشان موفية بالمعايير، الولايات المتحدة مش من العشرة الأوائل مثلا. ولكن احنا سويسرا شيء واحنا شيء، ولكن مع الوقت إذا المؤسسات اللي بتدير البنية الأساسية إذا وعت لي هي رضا العميل أحد أبعاد رسم سياستها، دي بتبقى مهمة. التحسن هيجي من هنا، اللي هو بيبقى رد الفعل ورد الفعل رد الفعل. ونرجع تاني لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الصغيرة والمتوسطة لازم يبقى لها دور. وبعدين حاجة مهمة قوي أذكرها، أنه نشجع الكيانات الكبيرة تتعامل معها بدل ما يجيبوا شركات برا مصر، علشان هم الشركات الام او خلافه بيتعاملوا مع ناس تاني. لازم الحته دي مهمه. ودي كان جهاز تنظيم الاتصالات كان من ضمن المواضيع اللي بتناقش في اللجان، وهي عايزه متابعه. احنا زي ما سالتك ايه الاولويات، في اولويات هي 10 مسارات متوازيه يتم العمل فيها ومتابعه اداء هذه المسارات المتوازيه. هما الاثنين، تحديد المسارات ومتابعة الأداء. اتحاد الصناعات كان عمل معرض ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة علشان يعرفهم ببعض بدل ما يجيبهم من بره. هل ده ممكن يتعمل عندكم ولا لا؟ طبعا ممكن. طبعا بشكرك شكرا جزيلا المهندس طارق ملش، خبير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسعدتنا وجودك معانا. اشكرك واتمنى لك التوفيق.
بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبكرة يوم جديد وبرنامجكم أسواق وعمال.